السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. إطلالة طبعا جديدة من إطلالات موسم البلدة وعلى شاطئ البلدة. الازدحام الذي يبدأ باكرا هنا نستمر معكم ونحن أيضا نواصل هذه التغطيات اليومية على شاطئ البلدة. دوما ودائما البركة في البكور، وهؤلاء طبعا ممن يحرصون على الخروج والنزول اليومي والمستمر في صباحات باكرة من صباحات البلدة، ونحن معكم نرصد هذه اللقاءات والانطباعات والآراء المختلفة على شطآن البلدة الممتدة من بروم شرقا وحتى الديس الشرقية غربا، باستقبال آرائكم وتعليقاتكم وصوركم ومقاطع الفيديو. نبدأ معكم هذه الحلقة وهذه الاستهلالة. نتواصل معكم هنا وعلى شاطئ البلدة ومعنا مجموعة من الإخوة. كيف الحال؟ الحمد لله. أخبارك؟ اسمك الكريم بس. علي محمد أحمد بهارت. من فين؟ سويري. تريم. تريم. حياك الله. الله يحييك. تحرص دائما للحضور البلدة ولا أول مرة؟ أول مرة. في حياتك؟ في حياتي أول مرة. أول مرة؟ نعم. كيف شفت البلدة والجو؟ ما شاء الله الجو حلو. حياك الله. والاسم؟ ماجد علي بهارت. والدك؟ والدي. ما شاء الله. العائلة اليوم هنا ولا الأسرة ولا؟ أيوة الأسرة. واضح إنه عريس. عريس. كيف حالك؟ عريس سعادة. يعني كم لك؟ أقل من شهر من الزواج؟ أقل من شهر. كيف البلدة؟ والله البلدة زينة ما شاء الله. يعني حاب تقضي أيضا باقي الأيام هنا في الموسم؟ إن شاء الله. الجو كيف عجبكم الجو؟ الجو حلو برود. حياك الله. أخوك برضو كيف حالك؟ الحمد لله. اسم الكريم بس من؟ أحمد علي بحيار. أخوه كيفكم مع موسم البلدة؟ ما شاء الله. من ذا الأمور تبعكم ولا أخوكم ولا؟ لا هذا ولا. ابنك ما شاء الله كم سنه؟ سنة. إن شاء الله ربنا يحفظه لك إن شاء الله. الأسرة الحاضرة والمتواجدة هنا والعوائل كيف حالك؟ الحمد لله. اسمك الكريم؟ محمد عبد الله المعاري. من وين؟ من فوة. من فوة. من إنشاءات. إنشاءات بالتحديد. بس ليش تحبون الغسل هنا؟ والله يعني دائما كل سنة نجي. أنتوا يعني تجوا يعني للاغتسال بالاستشفاء ولا للسياحة؟ والنشاط. يعني بعضهم سياحة وبعضهم استشفاء. طبعا الأسر الحاضرة والمتواجدة كيف الحال؟ الحمد لله بخير. وين أسرتك؟ موجودة في البيت. حياك الله. ما جبتهم؟ ها؟ ما جبتهم؟ لا ما جبتهم. شوف ما شاء الله هذه أسرة حاضرة كيف حالك؟ الحمد لله. اسمك الكريم؟ يعقوب بخيت جابر. من وين؟ من مكلا. حي الله أصحاب مكلا. والأمورات هذه الصغيرات تبعك هذه من اسم الأمور اسمك؟ ماريا. مرو؟ ماريا. ماريا. تقولها مرو ولا من؟ ماريا. ماريا. لا الدلع. مرويا. مرويا. ودي الصغيونة؟ هذه محاسن. وكيف تدلعونها؟ ها؟ حسن كيف تدلعونه؟ حسني. حياك الله. اليوم مع العيال؟ ايوه تفضل. بس ما تحسون الماء بارد عليهم؟ والله هم يحسون بارد بس الحمد. طيب بغانا منك خبره كيف لما تنزل بالعيال مع في الماء وتقنعهم انهم يتغسلون في ماء بارد، هذا خذهم في البيت وماء عادي ما ابغوا يتغسلون. دايب صيحة بس غمصهم. غمصهم بالقوه. القوه لازم عشان يتعودوا شوي. غمستوا؟ كيف الماء؟ بارد. عجبك ولا ما عجبك؟ عجبني. بارد؟ ودي الصغيره ما صيحت؟ صيحت من البدايه. من البدايه شو نحملها. انت ما جبت العائله معك؟ ايوه جبنا الشباب العيال. وينهم كبار ولا هذا اللي عندك؟ شوفهم ما شاء الله. طيب الوادي واصحاب. لو كان معك اطفال صغار كيف بتقنعهم انهم يتغسلون في البلده؟ بحملهم معي وباز قلبهم تو. العنيف. ها عنف. استوشه انت خمسه واحده خلاص بطل لهم. علي السعدي. من فين؟ من وادي عمد وكان ساكن من مكلا. حيا الله اصحاب وادي عمد وكل طبعا الوديان الحاضره هنا معنا. انت عادك واضح انك ما تغسلت. لا عمد تغسلت. تغسلت؟ ايش يعني تسوي يوم بيوم؟ لا هو لازم يوم من جايبين الاطفال عشان. وين عيالك؟ العيال تعال تغسلوا ولا عادهم ما تغسلوا؟ لا اليوم لسه ما تغسل. اسمك من؟ سالم. من؟ سالم. كامل اسمك؟ سالم علي بن حاجب السعدي. حي الله. من وين؟ وادي عمد.
مقيمين برا في المكلا؟ مقيمين في المكلا. ودي الأمورة الصغيرة من اسمك؟ اسمك من؟ هذه سجر. من اسمك؟ سجو. تقولها سجو؟ سجو. سجو. تغني ولا ما تغني؟ تنشن؟ غني. تنشني؟ تغني؟ سجو. غني. غني. أكيد استحت صح؟ استحت. مرينا عليكم في المكلا عند الدلة. أيوة. يعني الصباح كنت معانا مع الباخمري؟ لازم فطرنا باخمري. وين اشترتوا باخمري؟ أكيد. أكلتوه هناك ولا لا؟ هناك. هكذا أيضا يكون الباخمري طبعا وجبة رئيسية ويومية. يا عادل لا تعالق، يا عادل لا تعالق، لا لوم ينفع ما يخفي عتاب وعلى الوطن دوب عالق، حب الوطن دوب عالق، علقت قلبي في الخاصة على معلاق، في بعدها ملاق، في بعدها ملاق، قلبي وعاشوفها محروق. حب الوطن دوب عالق، علقت قلبي في الخاصة على معلاق، في بعدها ملاق، في بعدها ملاق، قلبي وعاشوفها محروق. علي مطيع باقطيان. من فين في المكلا؟ من مجعمان. مجعمان اليوم في حي الشهيد. نعم. ايش الفارق بين السنوات الماضيه وهذا العام؟ فعاليات ازداد يعني، والناس ما شاء الله كثره المره هذه. جميل. يعني انت ايش جدولك مع موسم البلده؟ هل يوميا تحضر الصباح ولا نوم ولا يعني كيف الجدول؟ لا يوميا ما فوتوا هذا الشيء. تفوت البلده ما تفوتها طول. طيله الموسم. مهرجانات يوميا يعني. سعيد احمد القبلي. من وين يا سعيد؟ من دوعن. أيوة. ما شاء الله طلعتوا عشان البلدة ولا كنتكم هنا؟ لا عشان البلدة. عشان البلدة. عشان البلدة. أصحاب دوعن، أصحاب ساء، أصحاب حورة، كيف البلدة اليوم؟ البلدة حلوة. ممتازة جدا. بس ما شاء الله عجلت وطلعتوا بدري. نعم. نحن مستقرين بين دوعن وبين المكلا. ما شاء الله. أي أيوة والله نعم. ما شاء الله البحر الآن كيف الموسم وكيف البرد البحر؟ البحر بارد. 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 بعض يقول عادة مبرد لكن يبدو الآن بارد. الآن بارد بارد. بارد أيوة. الحديث اليوم في الخيصة وأيضا الشمس الآن طبعا تبدأ في الارتفاع والساعات ساعات الصباح الآن تتناقص، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. اسم الكريم من وين؟ علي عبد السلام بداود. الجو اليوم هنا في الخيصة والازدحام الموجود يعني كيف الأجواء؟ تغسلتوا؟ لا تغسلنا الحمد لله. بارد؟ بارد الجو. كملتوا الآن ولا كيف؟ كملنا دحين. والصبوح كيف؟ الصبوح بنطلع بنفطر دحين. بعد الاغتسال. ليش حبذتوا الخيصة؟ مكان قريب يعني من البيت وجمعة الناس فيه. مراد مبارك من سكر. ونعم من فين؟ من الوادي. ما شاء الله. ابنك هذا الأمور من اسمه؟ عامر. ما شاء الله من الوادي. أيوة. كأنه حار كذا، ايش به مريض ولا لا؟ لا ذا حق الجو كذا. ما غسلتوه؟ لا خاف. من فين في الوادي؟ من قعوضة. حي الله اصحاب قعوضة الحاضرين. طلعتوا عشان البلدة؟ ان شاء الله على البلدة سياحة. ايه حياك الله. محمد. من وين؟ من تعز. ونعم فيه. صنصال عمور. من وين؟ غير من يميل. ونعم اصحاب الغيل. محمد. من وين؟ ممتاز. حياكم الله. طبعا اليوم حاضرين هنا، تعرفوا شيء عن البلده ولا اول مره تحضروا؟ والله حضرنا يعني العام والمره هذه يعني ثاني مره. ايش اللي سمعتوه عن البلده؟ البلده هذه يعني انه يعني تفيد للجسم. وجربتوها؟ جربنا والله. كيف فادتكم؟ الحمد لله. جون عشان البلده ولا يعني عمل؟ لا مشان البلدة. مشان الغسل. تغسلتوا؟ إن شاء الله الحمد لله. أهل البلدة يعني تمام هنا البلدة يعني عارف هذه البلدة مفيدة للأمراض الجلدية. يعني أنتوا جيتوا عشان العلاج؟ العلاج. عشان العلاج. جربتوا؟ إحنا نشتغل هنا ونجي هنا أيام البلدة.
ماك برد ولا ايش؟ لا لا الحمد لله والله ما غسلت؟ تغسلنا البحر بارد؟ لا نص بنص هادو لا بس تمام جميل الحمد لله كل شيء تمام ان شاء الله فرصة طيبة طبعا نكون معكم وعلى هذه الشطآن المختلفة هنا على شاطئ البلدة دوما طبعا نكون معكم ونتواجد في مختلف شطآنها ونواصل معكم هذه الفقرات لحلقة هذا اليوم على شاطئ البلدة. من اسمك؟ عنود. كامل اسمك؟ عنود محمد معاري. ونعم وانتي؟ جنى محمد معاري. اخوات؟ يلا ايش تنشدن ولا فيش من صف تدرسوا؟ ليه بس طلعت في رابعة. وانتي؟ أولى. أولى عادي صغيرة. طيب يلا ايش الانشود اللي معاكن؟ ابوك يقول معاكن انشودة صح؟ بابا يا ماما. يلا. بابا يا ماما. معها يلا. بابا يا ماما يا نور العيون. حطش في قلبي وقلبي مجنون ماما يا ماما يا نور العيون حطش في قلبي وقلبي مجنون من دونك هذه الحياة من غير ما أوقات من دونك هذه الحياة من غير ما طعم ماما يا ماما يا نور العيون تحبوا ماما؟ أيوة تحبي ماما؟ أيوة من تحبوا أكثر ماما ولا بابا؟ ماما وبابا الأمورات الأطفال الصغار الحاضرين اسمك من أنتي؟ وهذه من اسمك؟ أمجاد. من وين يا أمجاد؟ من المكلة. فين في المكلة؟ حي من الديس حي الشهيد من فوة. وأنتي من وين؟ من فوة. واسمك من؟ بدور. بدورة؟ طيب تدرسوا في المدرسة ولا مدرسة؟ مدرسة خامس. وأنتي؟ أنا أدرس عادك في الروضة ولا إيش؟ اسمك من؟ سارة. كامل اسمك؟ سارة سالم. تدرسي وين؟ في البنا. ما شاء الله في كم صف؟ بدخل رابعة. فازت؟ اوكي تطلع جايزة للفوز ولا الأول؟ الأولى ما شاء الله الأولى الأذكياء حاضرين هنا الأولى. إذا دائما تصحين من بعد الفجر؟ متى تصحين؟ يعني نصحي خمس أربع يوميا في بدل ولا ماشي ولا نشي بدل بلدة ولا ماشي بلدة؟ جنة الدنيا يا أمي. طيب من المدرسة في قصايد في المدرسة؟ ما قصيد. جيبي قصيد. قم صلصلات الصبح تجلي من كلها والرزق على باب الكريم. فازعت لها أقوى تحية وتستاهل. نواصل معكم هذه الفقرات المتنوعة على شاطئ البلدة اليوم من الخيصة والفقرات المتنوعة ونحن معكم. قطعنا الشريط الساحلي إلى قطاعات من بروم إلى الريدة الشرقية وقطعناه وهذا يعتبر نموذج للقطاعات فقد قمنا بوضع خيمات الأخلاء والإنقاذ فريق الأخلاء والإنقاذ مزود بكافة أدوات السلامة والإنقاذ وقمنا بوضع طرادات باتجاه البحر وكما قمنا بتوعية المواطنين في أوقات السباحة المسموحة. إيش هي أوقات السباحة؟ الفترة الصباحية من الساعة 5:30 صباحا وحتى الساعة 9:30 ومن الفترة المسائية من 4 عصرا وحتى 5:30 عصرا وقد قمنا بتحديد للمواطنين المناطق المسموح لها بالاغتسال والمناطق الخطرة التي توجد فيها تيارات بحرية وأمواج مترادفة. طبعا أيضا هنا معنا مجموعة من الإخوة في قوات خفر السواحل المنقذين دوركم وايضا صفاتكم مع عمليات الانقاذ. نحن نقوم الاسم الجندي علي محمد شريف قاسم تابع الغفر الانقاذ بغفر السواحل. دوركم طبعا نحن دورنا عندما اي الغريق الساحل عندما يسبح في البحر اول ما يغرق نحن نقوم بمساعدته فورا. طيب انتم احيانا ربما تكونوا في اماكن بعيده كيف يتم الوصول الى الغريق؟ نحن نقوم بتوزيع الشريط الساحلي تماما من
يعني موزعين على الشواطئ؟ نعم. حسب نوبات معينه نعم نعم. وهذه طبعا ادوات الخاصه طبعا بالغطس. نعم. يعني الملابس ايضا يعني مزودين بكافه كافه المزارع. نعم. شكرا لكم وان شاء الله. اذا هي يعني رسائل تطمين لكل الزوار ولكل طبعا من اراد الحضور والتوجه الى شواطئ حضرموت وساحل حضرموت هنا لاغتنام هذه الفرصه مع نجم البلد السياحي لهذا العام 2019 وموسمه الرابع. ساحل فيك طويل رائع مليء بالدلال يحلو فيك جزر بحر ونسيم خضمك زلال وساحل فيك طويل رائع مليء بالدلال يا خيصتي فيك أناسي ويبعد الله كل الماسي يا خيصتي فيك أناسي ويبعد الله كل الماسي يا المكلا يا المكلا خير المراسي في الخاصة الأطفال الحاضرين هنا طبعا والشباب الرياضيين رياضيين رياضيين نتعرف على أسمائهم ومناطقهم وهواياتهم الرياضية الاسم والمنطقة جلال تميمي من وين؟ الشري رياضي ايش تشجع؟ ايش تشجع؟ وين تشجع؟ وامي ايش من نادي؟ برشلونة وأنت؟ فرقان حبيب من وين؟ من البدو حياك الله ايش تشجع؟ ريال يعني عادكم متضادين كمان الريال بلونه الأبيض والبرشا بالزي الأصفر كل واحد طبعا بكرته الريال الملكي والبرشا ليش؟ ايش يسمون؟ نشوف الآن طبعا في تنطيط الكرة بالرأس أولا أو نبدأ طبعا باليد نشوف باليد كم مرات تحاول طبعا تنطط الكرة كذا يعني حاول طبعا للأعلى تمام؟ يلا نشوف كم مرات للأعلى بعدها التنطيط بالرأس يلا نشوف يلا البرشة كم؟ 7 يلا نشوف 1 2 3 37 طيب بالرأس نشوف تبدأ بالرأس بالرأس يلا جاهز؟ عادي بدي الكرة بدي الكرة يلا بسم الله نبدأ لا من بيبدأ يلا تبدأ 1 2 3 2 يلا نشوف جرب 1 2 عيد 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 بهذه عيد بهذه يلا نشوف العب في الكرة ولا في أصحاب الكرة طبعا نشوف نعيدها نعيدها بس شوية يلا 1 2 3 المساحة طبعا ماشي المساحة طبعا لا توجد وليست كافية إذا نحن معكم ونتواصل هنا على شاطئ البلدة حياكم الله الآن طبعاً مع هذه الفقرة التفاعلية كاميرا الجمهور وأبرز طبعاً ما نشرتموه عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتساب فيسبوك تويتر ويوتيوب طبعاً البداية من هنا مع أولى المنشورات من هذا اسمه أنور أبو علاء أنور أبو علاء طبعاً ينشر ويستعيد طبعاً بعض الصور مع ذا مع موسم البلدة طبعاً ويقول من على شاطئ البلدة مع جارنا العزيز أبو محمد طبعاً صورة مع البلدة ووجبة الصبوح على شاطئ الستين ما زلنا أيضا مع الفيسبوك والآن طبعا مع منشور آخر وهذا طبعا المنشور من الأخ من اسمه محمد عبود بحارثة محمد عبود بحارثة طبعا نشر هذا المنشور على فيسبوك
مع الهاشتاقات على شاطئ البلدة يقول شاطئ ركوب غير، وهنا طبعا يقول من تصويري، وينشر طبعا مجموعة من الصور، صور جميلة إبداعية من محمد عبود بحارثة، مذيلة أيضا بالهاشتاقات المختلفة، كاميرا الجمهور على شاطئ البلدة، موسم البلدة، مهرجان البلدة، وصور جميلة. من الفيسبوك إلى تويتر، وطبعا هذه التغريدة من هذه أشرف علي، أشرف علي طبعا تغريدة مع صورة يقول فرحة الشباب واللعب في شاطئ سيف حميد بالمكلا على شاطئ البلدة. من الصور والتغريدات إلى طبعا مقاطع الفيديو، وهذا أيضا مقطع من محمد وقلب وإنسان، محمد طبعا محمد يقول أبيات شعرية يلقيها براع من مدارس مديرية الديس الشرقية على شاطئ البلدة حيوبهم الصماصين. طبعا تابع الآن هذا مقطع الفيديو من محمد، وهو طبعا وارد أو وردنا طبعا ورد إلينا من الديس الشرقية. نتابع ومزيرنا بعوض قد حاز الكرم وصيدة عداها على الثريا والسحاب نايبنا أبو الياس على الجودة أقدم وفعال أفعال النمارة والذئب قايدنا البحسني بالشجاعة أقدم طهر مكلم الخيانة والرهاب البحسني فوق كل فاعر السم وعسكر نخبة برجالة تستهاب سد الصواعد بالعزيمة والهمم كل الأفاعي منها ندعو النياب شارة ومن شارة شور واليوم فيها رعدة من فوق راسي تنكسر ناجيت على واجه جبر والدسون السعدة والعظم وما يتصر ووزيرنا فيه الشامة والكرم وذكرة تعلى على الثريا والسحاب قلبي من الفرحة تبهج ونتعم قاصل لقاهم مبعث طول الغياب دون كلامي في الصحيفة يا قلب وقت معاناتي وظلمي والعذاب إن كان جف عليك الحبر وانعدم اكتب دم اللي عندك فوق التراب والوقت ما اعطاني مداح حتى جوام اخصيق حيرد على صوت النبع نبع طول يا شاهد يا دفاع سلام صعب ضوك الطرق رايت معاك الفين يا حي يا رحم قدمتكم باليافع والهيل والقلفة بزم غدا بالتأكيد لنا موعد معكم مع الصور والهاشتاقات والفيديوهات التي تنشرونها، نحن أيضا بانتظاركم وأيضا عبر رقم الواتساب الظاهر على الشاشة. وهنا طبعا صوت المغتربين الذين جاءوا وكانوا يشاهدون، لكنهم اليوم طبعا هنا في قلب الأحداث. كيف الحال؟ الحمد لله. تعرف على اسمك الكريم ومن وين جاينا؟ عادل سعيد أهلوس، جاي من السعودية، ساكن في يورشفا. فين في السعودية اقتربت؟ في الدمام. كيف الدمام؟ والله الدمام منطقة حلوة. قارنها بالخيصة هنا؟ لا مستحيل، هنا غير. هنا غير؟ غير. حياك الله. طبعا كم لك من المكلة؟ ثمان سنوات؟ نعم. يعني ما قد حضرت موسم بلدة هنا الآن خلال الخمس سنوات الماضية؟ لا. طيب كيف كان شوقكم لما كنتوا تتابعوا وتشاهدوا؟ والله الشوق يكون يعني شوق قوي. قناة حضرموت أبدعت في هذا الشيء. بس شوقتكم كثير وربما عذبتكم إلى حد. هي تعذب بس تريح نفس الشيء. بس الآن راي يعني ارتحتوا الآن. الحين الأمور طيبة يعني. الآن تتخيل. إجازة طويلة ومع الأجواء الحلوة هذه. احد طبعا المغتربين دائما، ولكنه 2017 تقريبا كنت لقى في اول افتتاحيه 2017 كنت حاضر معي. وين رحت اغتربت ولا اغتربت سنتين ورجعت؟ يعني سن من 2017 الى الان ما جيت. متى جيت الان؟ قبل اسبوع. من 2017 كان معنا ايضا في موسم البلده وكان ايضا معنا اللقاء معه واغترب ايضا مره اخرى وعاد الان قبل اسبوع. جيت عشان البلده وزياره الاهل والبلده. يعني تصادف الزياره؟ اي نعم شهر واحد بس. يعني ايش يضيف لكم هذا الموسم وايش يعني لكم خصوصا كمغتربين عندما كنتم تشاهدون عن بعد؟ والله يضيف كل شيء،
البلده حلوه وما هي بارد، وقالوا فيها علاج للارتزيوم والجمعه هذا لما بس نزلت اليوم لحالك ولا؟ لسه لحالي نزلت لحالك؟ ما في عائله ما في اصلا؟ لا العيال هناك ما جبت معي. الله يحفظ الشباب الحاضرين هنا والمتواجدين، كيف حال الشباب؟ كيف احوالكم؟ حيه وسهله يا حيه، كيف احوالكم؟ الشباب طبعا الحاضرين هنا والمتواجدين على الشطآن دائما يبدو انكم اما انكم زحفتوا او انكم تصبحون. لا زحفنا. يعني ماشي صبور. لا ماشي صبور. حياك، كيف الحال؟ الحمد لله. نتعرف على اسمك واسم الجروب هذا. سالمين ثابت بن ثابت من ريت المعره. ما شاء الله كلكم من الريده؟ كلنا من الريده. اصحاب، اصدقاء، عائله؟ لا اصدقاء. اصدقاء؟ نعم. بس اشوفكم تتشابهون شوي. ماشي هذا ولدي بس. البقية هذا اخوي. برضه وزي ما شاء الله زي موحد قرن بيضة. جروب رياضة. نزلنا مغتربين من السعودية علشان البلدة. هذا سر الآن تقولي بو. كنت مغترب؟ كنا مغترب. كم سنوات هناك؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين يعني قصدي قلتها قلتها؟ قلتها واحدة. ما شاء الله. يعني ثلاث سنوات كل مواسم البلدة كانت برا. كل مواسم البلدة برا. من الأول والثاني هذا الموسم الرابع. هذا يعني الموسم الرابع. على تحريرها يعني. أكيد. طيب لما كنت شاهد البلدة كيف كان شعورك انطباعك؟ والله شعور نتمنى لو يوم واحدة في وسط البلدة هنا. يعني كنتوا يعني مشتاقين. مشتاقين جدا. يعني تجسد شعار بعد المكلا شاق. بعد المكلا شاق. تفسر هذا الشعار. وين اقتربت السعودية؟ رياض. جدا. بالدمام. الدمام. نعم. طيب اصحابك باقي حد لك اصدقاء هناك؟ اصحاب اهل؟ مليان هناك. في عزبه ولا في؟ لا لا عائله. عائله. نعم. ايش تقولهم عبر الشاشه يشوفونك الان؟ نقول لهم موسم البلده فاتكم السنه هذه، السنه الجايه لا تضيعوا. يعني هذه المره الان على السيف مباشره وعلى الشاطئ. على الشاطئ مباشره اكلمكم. يعني كل مره تشوف الناس ممكن يتحذفوا بالهذه تشتاق لهم. خلاص. كلمات نزلوا الموسم. كلمات طبعا معبره من واقع ومن قلب اغترب، ولكن اليوم بعد ثلاث سنوات يحضر الموسم الرابع هنا. فرصة طيبة طبعا. فرصة طيبة. عامنا هذا غير عن كل عام، نجمنا البلدة ثم الأنسة تمام. عامنا هذا غير عن كل عام، نجمنا البلدة ثم الأنسة تمام. اعتنق شاطئ أمواج الحسام. اعتنق شاطئ أمواج ما شاء الله. سباح ولا على ال... او سباح والله. الحين هذه بتحمل نحن اثنين ولا واحد بس؟ ما اظن بتحمل نحن اثنين. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب بس عشان ما نخربها عليك، اسمك الكريم من وين؟ اسمي احمد طاهر بن جميل. من وين؟ من بعبوه من الشري. حياك الله.
يعني تسبح ولا تخاف من السباحه؟ اوه نسبح. وذي اللي ايش؟ مجرد ايش؟ ذي اللي تولها بقدي. ايش معنى تولى؟ معناته تطلع فيه قد تشوف البحر الريض. حياك الله. تجي لحالك ولا انت واصحابك؟ لا انا واصحابي دوب. متى نزلتوا؟ نزلنا الفير الساعه 6 كذي. ايش القسله هذه؟ هل مجرد ترفيه ولا رياضه ولا شفاء؟ كله رياضه وشفاء وترفيه. ايش اهلك كانوا يقولوا لك عن البلده؟ ويقولون لي شفاء. وش عن اللي ده؟ في عباره معروفه، ايوه شفاء من ايش؟ من كل ده. يقولون البلده دواء. ايش؟ البلده دواء كل ايش؟ كل ده. لا البلد دواء ايش؟ الرجول. ها؟ رجول. لا في مثل طبعا من الاجداد او عباره طبعا الاجداد يقولوا البلد دواء كل ده. كل ده. البلده دواء كل ايش؟ تعال تعال يقول الاجداد البلد دواء كل حله. حله 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 ايش اللحظه؟ ايش الاجداد يقولوا عن البلده؟ يقولوا غسله في البلده خير من ايش؟ خير من حله. وانا الذكاء خير من عله من مطر البرد. حلو. يقولون غسله في البلده خير من ايش؟ من مطر البرد. لا لا غسله في البلده خير من الغسله في البحر العيف. والله لا. تعالوا اكملوا هذا المثل. الاجداد يقولوا غسلة في البلدة خير من ايش؟ غسلة في البلدة خير من شتاء. الله لا للأسف غسلة الدار. ايوه تعال لحظة نشوف محاولة. يقول الأجداد غسلة في البلدة خير من غسلة الدار. لا انت حاولت. اسمك من؟ عبد الله. من وين انت؟ انا من مبيخة. من مبيخة جيتوا الى 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 هنا؟ ليش؟ عشان نتغسل. طيب ما مطر البلدة أبرد من ما مطر البرد؟ ما بحر البلدة أبرد من ماء المطر. لا لا ما تعالوا. ما بحر البلدة أبرد من ماء مطر أبرد من ماء مطر البرد. ما بحر البلدة أبرد من ماء مطر البرد. يقولوا غسلة في البلدة خير من إيش؟ غسلة في البلدة هذه خير من ايش؟ خير من العلاج. لا للاسف غلط. يلا خشبه الحبس سحبت 5 خشبات وخشبه. خشبه الحبس ايوه سحبت 5 خشبات خشبه بس سريعه دحين. سحبت 5 خشبات وخشبه. صعبه. انتوا قالوا انك الذكي. لا مو الذكي. 3 مرات سريعه تقول لحم الحمام حلال. لحظه لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. 3 مرات سريعه يلا. حاول. لحم تعرف الحمام لحمها حلال صح؟ والحمار لحمه حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال لحم الحمار سريعه بس. لحم الحمام حمار. ما جابها. يلا نشوف اللي بعده. يلا جيب. لحم الحمام حلال لحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. ايوه لحم الحمام حلال لحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال سريعه لحم لا سريعه. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال لحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال لحم الحمار حلال لحم الحمام. نشوف يلا سريعه. لحم الحمام حلال لحم الحمار سريعه. لحم الحمام حلال لحم الحمار حرام. سريعة. لحم الحمام حلال لحم الحمار حرام. لحم الحلام آخر محاولة بسرعة. لحم الحمام حلال لحم الحمار تقطع. يلا نشوف سريعة. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حمار. لحم الحمام حلال لحم الحمار حمار. لحم الحلال حمار. أيوة لحم الحلال حلال. كيف؟ لحم الحمام حلال لحم الحمار حرام. لحم الحلال حمار. للأسف يفشل الجميع فيها. أنتم أيضا تحاولون ونعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير على شاطئ البلدة هنا من شاطئ 60 في المكلا. We'll be right back.
هنا الموسم موسم البلدة السياحي، ماذا أيضا عن الصيادين وأهل الإختلاط؟ كيف حالك؟ تعال. كيف امورك؟ والله الحمد لله. كيف طيب. صحتك؟ الحمد لله كل شيء. طيب اشوفك مع الهوري، ايش تسوي؟ هذا ندعك نخلي الخسعه، هذا البقار. ايش ذي ملوحه ولا ايش؟ بقار بقار يطلع. بقار هنا في يلتصقبه. يلتصقبه مع هذه سعر معنا قليل. طيب موسم البلد الان مع الصيادين، هل يتوقف الصيد؟ لا لا الصيد مستمر في حبار في هذا. بس كيف يقولوا انه مع الموسم لازم يتوقف الصيادين داخل العمق؟ كيف يتوقفوا؟ خلي الغبة هناك مع الغبة ما في يعني. انه فيها كوز فيها دي تعطل عليها يعني. لمدة كم يعني ما تدخل الغبة؟ مدة لما يشور يعني ذهب شهر 9 10 هكذا. بعدين يركبوا الغبة. طيب يعني كل الصيادين الان في هذا الموسم ينظفوا الهواء الريح؟ يوميا يعني بعد اسبوعين هكذا الله اسبوع هكذا يصفي. طيب اذا ما صفيته ايش يعني ما بيمشي؟ يمشي بس نقول بقال يصرف بترول عليك يصرف اسحب. يكون اثقل اثقل عن كذا هكذا. حياك الله. طيب مع موسم ايش بالنسبه للصيادين افضل لكم؟ موسم البلده ايش يتواجد فيه من انواع الصيد ويكون افضل؟ كل صيد الحبار. عندك صيد قشار الخم موجود. اقرب الاماكن للصيد الان بالنسبه لكم في الموسم ايش هي؟ هذا عندنا الشباك هذا والحبار هذا قريب. قريب. ايوه هذا قريب كله. حياك الله. إذا هاك طبعا مع الإخوة الصيادين، وفي هذا الموسم طبعا تتعدد فيه الأغراض، وأيضا في كل مجال أيضا له أهله وأهل اختصاصه. نتواصل معكم وعلى الشطآن المختلفة وأهل الاختصاص. مشاهدي الكرام، طبعا كانت هذه حلقة منوعة من مختلف الشطآن المختلفة هنا طبعا في مدينة المكلا، مع أيضا مجموعة من اللقطات التي تخللتها واللقاءات للزوار الذين حضروا من مختلف المناطق هنا إلى مدينة المكلا. وهذا الجمهور الحاضر والمتواجد طبعا معنا هنا على شاطئ البلدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.